مرحبا، معكم كارمن شماس، واليوم بدي احكي عن الاحد 12 ايار مايو. اليوم القمر مرافقنا من برج الاسد الناري حتى الساعة 7:23 دقيقة مساء بتوقيت بيروت الصيفي، يعني للساعة 4:23 دقيقة بعد الظهر حسب التوقيت العالمي، يعني اللي عم يتابعني كمان من القارة الامريكية تقريبا من منتصف النهار فينا نقول، او من الصبح منتصف الصباح القمر بيكون صار موجود ببرج العذراء. فكيف رح بيكون هيدا النهار؟ البداية مع برج الحمل. بالنسبة لك مولود برج الحمل بناسبك تماما وجود القمر ببرج الأسد، لأنه بيعطيك معنويات، بيعطيك حظوظ، وبيعطيك طاقة كتير كبيرة كتير إيجابية بتسمح لك أنه تبادر وتنجح. هنالك تفاعل معك، محبة تجاهك، وبتستغرب بلحظة معينة كيف الناس نسيت أخطائك وعم تتصل فيك أو عم تتواصل معك. الأكثر حظا اليوم هي مواليد 15 و16 نيسان أبريل. بنتقل لبرج الثور. مولود برج الثور، صحيح أنت شاعر أو عم تشعر بالضغوط، صار لك يومين اليوم، أيضا اليوم الثالث يمكن يكون أو مزعوج من هالتأثيرات بسبب وجود القمر ببرج الأسد، لكن هو فقط دليل أو عم بيدلك أو عم بيسلط الضوء على بعض النقاط الضعيفة عندك بعلاقاتك أو بحياتك الشخصية. فلا يوجد أسباب سلبية لحتى أنت تنقص أو تكون متضايق. اهتم بالنقاط يلي عم بتبين قدامك خلال ساعات النهار، وهنالك انفراج كتير كبير كتير مهم وكتير إيجابي بدخلك بمرحلة رائعة ابتداء من لحظة وصول القمر لبرج العذراء، أي مساء توقيت بيروت الصيفي 7:23 دقيقة بعد ظهر توقيت بيروت، وبعد الظهر إذا أنتوا بتابعوني من التوقيت العالمي أو حتى من الصباح حسب التوقيت القارة الأمريكية. انفراجات ولا أحلى من هيك، رح بتكونوا مرتاحين وبتناموا مبسوطين والصباح رباح، أخباركم حلوة كتير. الأكثر حظا مساء رح بتكون مواليد نيسان أبريل، مع أنه كوكب أورانوس بيدخل تغييرات كتير كبيرة لدى مواليد 23 و24 نيسان أبريل. بكمل مع برج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء بيناسبه تماما وجود القمر ببرج الأسد، لأنه بيسرع عنده هالسرعة الخاطر اللي عنده إياها، الأفكار الحلوة اللي مولود برج الجوزاء تقريبا ما حدا بيقدر قدامه من ناحية النقاش ومن ناحية غزارة ووفرة الأفكار والحجج المقنعة. لكن يمكن تتغير الظروف، بس لما القمر يوصل لبرج العذراء الساعة 7:03 مساء توقيت بيروت الصيفي، وبيدخل هون مولود برج الجوزاء بمرحلة ضعيفة، تطلب منه بتطلب منه الهدوء والابتعاد عن المشاكل كليا، فكونوا حذرين، لا سيما مواليد 18 و19 حزيران يونيو، بالإضافة لمواليد شهر أيار مايو، كونوا حذرين مع وصول القمر لبرج العذراء. بنتقل لبرج السرطان. مولود برج السرطان، الأجواء حلوة عندك كل نهار، سواء القمر ببرج الأسد أو ببرج العذراء. أنت شخص اليوم محظوظ فلكيا من ناحية التأثيرات الحلوة المدعمة لك يلي بتعطيك المزيد والكثير من المحبة والتفاعل الناس معك، وكأنه مجتمعك بيحضنك، وحتى لو ما في ناس من حولك اليوم مولود برج السرطان ينعم ويتنعم بتأثيرات حلوة مهضومة جيدة إيجابية، تعطيه قدرة على التواصل مع أي شيء بيصير من حوله بذكاء بسرعة، وكل شيء بيزبط معه. بتبقى المواليد الأوفر حظا، كلكم محظوظين بشكل خاص 16 17 و18 تموز يوليو. كمل مع برج الأسد. اليوم مولود برج الأسد بسبب وجود القمر ببرشك، هنالك صفحة كتير مهمة لمواليد برج الأسد بتخليكم تتقدموا بسرعة نحو قرارات مصيرية حاسمة مهمة جدا. مواليد برج الأسد أنتوا أشخاص أقوياء، مفروض تكونوا تتمتعوا بثقة بالنفس كتير عالية، وقادرين مواليد برج الأسد أنه يختاروا ويحسموا الكثير من الأمور. مواليد برج الأسد ما حدا قدكم، هنالك إذا عم تشتغلوا حضروا حالكم، هنالك انفراجات وهنالك تقدم وهنالك مساعي بتزبط، وأنتوا قادرين أنكم تغربلوا الأمور وتختاروا الأفضل لكم أو لكم. هنالك خطوة كتير
كبيرة وصفحة كثير مهمة بانتظاركم. الأكثر حظا مواليد، فينا نقول مواليد 12 ل 22 آب أغسطس، تحديدا 16 ل 17، 16 و 17 آب. بنتقل لبرج العذراء. مولود برج العذراء عم بيعيش كان صار له يومين يومين ونص فترة هدوء ورواء، وكأنه عم بياخد استراحة، استراحة المقاتل، استراحة عم بيتنعم فيها، عم بيشحن ذاته بطاقة إيجابية، بنفسيته عم بيهتم فيها، عم بيرتاح، عم بيهتم ببيته، وكل هالهدوء هيدا مفروض يكون فترة إيجابية بناءة، مع أنه في هدوء وركود، لكن كل هالهدوء يعود عليه بالراحة النفسية وبالقوة وبالثقة بالنفس. هيدا الأمر سوف يتغير، نطلع من مرحلة مراوحة المكان والهدوء ومراقبة الحياة إلى بدء التنفيذ والتطبيق ابتداء من لحظة وصول القمر لبرجكم الساعة 7:23 دقيقة مساء توقيت بيروت الصيفي، 4:23 دقيقة بعد ظهر توقيت العالمي، يعني اللي هو العالمي هو غرينتش مين تايم. ورح بيكون الصبح منتصف الصباح في القارة الأمريكية. حضروا حالكم موالي برج العذراء، الأجواء رح بتصير ولا أجمل من هيك، وبعطي العلامة 100 على 100 لما القمر بيوصل لبرجكم. حضروا حالكم، انطلاقتكم رائعة مهمة وما حدا قدكم، والأمور يلي انتو حابين انها تصير بتصير ورح بتكون على ذوقكم. الأكثر حظا مواليد 26 27 28 آب أغسطس، جميع مواليد آب أغسطس، جميع مواليد برج العذراء، وبشكل خاص 13 ل 17 أيلول سبتمبر. كمل مع برج الميزان. اليوم مولود برج الميزان بقله عجل قبل ما يوصل القمر لبرج العذراء، لأنه مع وصول القمر لبرج العذراء ستدخل بمرحلة هدوء وركود وتستمر أكثر من يومين، وبالتالي حاول مولود برج الميزان انه تسرع بعملك المهم اللي انت لازم تشتغله اليوم الاحد 12 ايار مايو قبل وصول قمر لبرج العذراء بتمام الساعه 7:23 دقيقه مساء توقيت بيروت الصيفي، 4:23 دقيقه بعد الظهر التوقيت العالمي. ها هي الفتره الافضل لك اذا بدك نتيجه. بعدين اخصص الوقت الباقي من هالنهار لما القمر بيكون ببرج العذراء، خصصها للهدوء، للقراءة، للمطالعة، للتمهيد، لغربلة الأمور ولمراجعة الأوراق. الأكثر حظا 20-21 أكتوبر. بنتقل لبرج العقرب. مولود برج العقرب رح ترتاح كتير 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 مش شوي بس لما القمر يوصل لبرج العذراء، حتى لو كان المساء. صحيح نهارك يبدأ بشوية انفعالات او شوية خلافات او شوية مشاعر وافكار وعواطف منها هالقد ايجابية، لكن اذا عرفت تصرفت تقدر تنهي النهار اليوم بطريقة ممتازة، بتكون مبسوط وتحصد النجومية وتحصد الدعم، سواء مصالحة، سواء تقدم، سواء انفتاح تجاهك. هنالك عند مولود برج العقرب أفكار كتير حلوة بتقدروا تطبقوها. المهم تبعدوا عن المشاكل وتبعدوا مواليد برج العقرب عن 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 تحدي الأقرباء والأحباء لكم. ما تتحدوا حدا، عدوا عقلين اليوم. الأكثر عرضة للمشاكل 13-14 نوفمبر بالإضافة إلى 26-27 أكتوبر. بنتقل لبرج القوس. اليوم مولود برج القوس بعده مرتاح وبعده مبسوط بوجود القمر ببرج الأسد الصديق له، يلي بيقدم له أكثر من فرصة لحتى يغير ويدخل تغييرات على ذوقه بعمله بحياته الخاصة وغير الخاصة. مواليد برج القوس ما في سبب لحتى أموركم تكون معرقلة، بالعكس تماما. صحيح في شغل كتير، صحيح في يمكن بعض العتب عليكم، لكن اليوم انتم اشخاص ناجحين جدا. لكن نصيحتي الكبيره لكم انكم تعجلوا وتشتغلوا كل شيء، والقمر موجود ببرج الاسد حتى الساعه 7:23 دقيقه مساء توقيت بيروت الصيفي، يعني 4:23 دقيقه بعد ظهر التوقيت العالمي. ها هي الفتره الافضل لكم. من بعدها مع وجود القمر ببرج العذراء بتدخلوا بمرحلة ضغوط، الشغل ما بينتهي، وحضروا حالكم انه بتبدأوا يومكم بطريقة جيدة، لكن على الأرجح بتنهوا وانتوا تعبانين ومنهكين، ويمكن حتى تسهروا الليل لحتى تخلصوا شغل معين إذا ما خلصتوا وما سمعتوا نصيحتي. الحظوظ عند مواليد 14 ل 16 ديسمبر. كمل مع برج الشدي.
مولو برج الجدي أنت من الأقوى الأبراج مع وصول القمر لبرج العذراء عند الساعة 7:23 دقيقة مساء توقيت بيروت الصيفي. حضروا حالكم مواليد برج الجدي، سوف تنقلب الأمور لمصلحتكم، فدو البوا شو ما صار خلال ساعات النهار بارح أو امبارح أو بغير أيام، هنالك حظوظ كتير حلوة رح بدق بابكم، احتمالات النجاح ولا أعلى من هيك ولا أقوى من هيك. تنقلب الأمور، الطاولة بتقلب لصالحكم إذا أنتم عم تشتغلوا على الأساس على 7:23 دقيقة بعد ظهر المساء عفوا توقيت بيروت الصيفي. ومش بس هيك، بتكمل هالحظوظ لبكرة أيضا، فاشتغلوا على الأساس، فكروا أنتم أذكياء وبتعرفوا تبرمجوا أوقاتكم. الأكثر حظا مساء رح بتكون أو مع وصول قمر لبرج العذراء رح بتكون بالتأكيد مواليد ديسمبر، وتحديدا مواليد 25-26 ديسمبر. بكمل مع برج الدلو. مولود برج الدلو يمكن تعتبر أنت أكثر الأبراج انزعاجا واستياء من وجود هالمربع بين القمر والشمس الأسد والثور، ومزعوج من مبارح، منك مرتاح على الوضع، واحتمال أنك تكون متضايق من أحد الأشخاص أو اختلفت مع أحبائك، مع شريكك بالحياة أو مع ناس أو مع القانون. هالمشاكل بعدها موجودة، بتبلش تخف وطأتها وضغوطها وانزعاجك وانفعالك، والأخبار الطيبة بتبلش شوي توصل لك أو على الأقل هالحمل تقيل بلش يختفي ابتداء من 7:23 دقيقة مساء توقيت بيروت الصيفي. الأجواء بلش تتحسن شوي مش كتير، لكن هالغيمة السوداء بتزيح. وأول المستفيدين هي رح بتكون مواليد شهر كانون الثاني يناير. بنتقل لبرج الحوت. مولود برج الحوت بيكون مرتاح أكثر لما القمر ما بيكون ببرج العذراء، يعني على 7:23 دقيقة مساء توقيت بيروت الصيفي، 4:23 دقيقة التوقيت العالمي بعد الظهر، يشعر مولود برج الحوت وكأنه أموره غريب، شو عم بيصير، على أساس ماشي الحال وفجأة الأمور ما عم بتصير مثل ما أنتوا بدكن. عملوا حساباتكم أنه الأمور معقولة تصير متقلبة، فلحقوا شغلكم، اتصالكم، هالمصالحة، هالشخص، هالمداخلة اللي بدكن إياها اضمنوها قبل وصول القمر لبرج العذراء. وحضروا حالكم، في احتمال مواليد برج الحوت يكون في عندكم لقاءات كتير مهمة لما القمر بيكون ببرج العذراء. وتابعوني لنهار الاثنين 13 أيار مايو لتسمعوا كيف بده يكون نهاركم. بتبقى المواليد الأوفر حظنا 12-14 أدار مارس، أما الأكثر توترا مساء مع وصول القمر لبرج العذراء هي مواليد شهر شباط فبراير. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود 12 أيار مايو، ما بتفرق أي سنة خلقان، بانتظاره سنة رح بتكون رح بترحب هيدي السنة بإدخال تغييرات على حياته الشخصية، على روتينه اليومي، على روتين نظامه اليومي، سواء في المأكل والمشرب وممارسة الرياضة والطريقة اللي بتعاطى فيها مع أهله، مع أخواته، مع شريكه بالحياة. بده يحسن ببيته، مكان إقامته، بغرفته، حسب عمركم. هيدي السنة كتير حلوة إذا أنتوا بتركزوا على هيدي النقطة. طبعا حياتكم الاجتماعية والمهنية بتقدروا أنتوا تدروها على ذوقكم. حزيران يونيو تموز يوليو أكتوبر نوفمبر وشباط فبراير هن أفضل الأشهر. بتمنى لكم نهار كتير حلو، وعلى أمل اللقاء مع الأبراج اليومي كل يوم الساعة 6 مساء بتوقيت بيروت. الرجاء الاشتراك بالقناة وضغط الزر الجرس لتوصلكم نوتيفيكيشنز. ودعكم، باي باي.